السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وألف مرحبا بكم في قناتكم الطبخ سهل مع أسماء. وصفة اليوم هي كيكة بالشوكولات بدون دقيق. نتمنى إن شاء الله أنكم تجربوها وأنها تنال إعجابكم. وصفة جد سهلة وبسيطة. بالنسبة للمقادير اللي غادي نحتاجو فيها، فغنحتاجو 110 غرام ديال الزبدة تكون مقطعة طريفات، 3 ديال البيضات متوسطة الحجم، 100 غرام ديال السكر سنيدة، 170 غرام ديال الشوكولاتة الأسود من الأفضل بطبيعة الحال يكون من النوع الجيد، واحد شويه ديال الملحه وشويه ديال القرفه كمطحونه اولا الفانيلا اللي ما عجبتوش القرفه. وهنايا عندي واحد 60 غرام ديال البودره ديال الكاكاو. كل ما كان النوع مزيان كل ما غادي يكون المذاق احسن بطبيعه الحال. هنا الوصفه غنعطيكم الوصفه الاساسيه ديال الكيكه ديال الشوكولات بدون دقيق. بالنسبه للتزيين فكيبقى لنا الاختيار، اما غير كنغبروها بالسكر كلاصي اولا بالبودره ديال الكاكاو كنزينوها بشويه ديال الفريز اولا اي فواكه اخرى اولا بالقشطه الطريه السائله نطربوها على شكل شونتيه ونديروها الفوق. يعني كيبقى عندنا الاختيار. انا هنا غنعطيكم الوصفه الاساسيه يعني اللي فيها المقادير، وان شاء الله غنقترح عليكم واحد الطريقه تزيين، وانتم غادي يبقى عندكم الاختيار ديروا بحالي اولا تختلفوا، يعني ديري حاجه مختلفه ان شاء الله. دونك هذو هما المقادير، وندوزو دابا على بركه الله طريقه التحضير. اول خطوه غادي نبداو بها هي في واحد الكاسرونه غادي نديروا الزبده، هي القطع ديال الشوكولاته الاسود، وغادي نديروهم على نار جد 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 هادئه. علاش؟ باش ما يتحرقناش الشوكولاته بطبيعه الحال. اللي خافت ان الشوكولاته يتحرق لها عندها العافيه ديالها مجهده بزاف، ديروا على حمام مريم باش تكون متاكده. انا غنديرو هكا وعلى نار تكون جد هادئه، ومره مره غادي نبقى نحركو حتى غادي يذوب لي الشوكولاته مزيان مع هذيك الزبده. بعد ما الشوكولاته ديالنا ذاب مزيان ونسجم مع داك الزبده خاصو يكون دايب تماما ما تقلنا حتى شي قطعه، غادي نزيدو السكر سنيده. هنا مهم جدا ان سميتو الشوكولاط يكون من النوع الجيد، راه حيت الا درتو داك لو سوكر شوكولاتي اللي يعني راه في الصراحه ماشي شوكولاط راه ما غايجيكمش مزيان. تخيلوا الشوكولاط اللي ماشي شوكولاط حقيقي غادي السكر وزيدو مع السكر كيفاش غايجي؟ يعني ضروري يكون الشوكولاط ان شاء الله يكون من النوع الجيد. زدنا السكر وزدنا ديك شويه ديال الملحه، وغادي نحركوهم هكا دائما على نار هادئه لواحد المده ديال جوج ديال الدقائق تقريبا هكا، غير نحسو بداك السكر هكا داب وصافي نطفيو عليه النار ونحيدوه. من بعد ما ضفت هداك السكر وبقيت مستمره في التحراك على نار جد هادئه لواحد المده ديال جوج دقائق بحال اللي ذكرنا، كنحيدو هداك الخليط من فوق النار كنديروه في شي بول بحال هكا. غادي نزيد هنايا خارج النار بطبيعه الحال غادي نزيدو شويه ديال القرفه، اولا اللي ما بغاش القرفه فيدير سميتو الفانيلا مثلا. ودابا غادي نزيد البيض تدريجيا، غنزيد البيضه الاولى نطرب مزيان، غادي نجيب الطراب اليدوي نطرب مزيان حتى تنسجم البيضه الاولى، عاد نزيد الثانيه ومن بعد عاد الثالثه على هذا الشكل. هذا صبرنا في الاضافه ديال البيض بحال قلنا وحده مورا وحده، ودائما كنديروا وحده كنضربوا بالطراب اليدوي عاد كنزيدوا الثانيه، وبحال اللي شفتوا بطبيعه الحال في الفيديو حتى كنوصلوا لهذا النتيجه. هادو هذا هو الخليط اللي غادي نحصلوا عليه ان شاء الله. ودابا غادي نشدوا ديك بودره ديال الكاكاو ديالنا غادي نغربلوها على هذا الشكل هذا. ودابا صافي غير نحركوا هاد العناصر هادو كاملين حتى البودره ديال الكاكاو تنسجم مع باقي العناصر. دابا غادي يكون موجده واحد المول هكا دائري، انا عندي تقريبا فيه واحد 20 سنتيمتر، تقدروا تمشي ما بين 20 حتى 22 سنتيمتر، ما يكونش اكبر بالنسبه لهذه الكميه هذه. اللي درت له التحت ديالو الورق ديال الطهي، ومن الجوانب دهنته بالزبده ورشيته شويه بالبودره ديال الكاكاو. دابا غادي ندير الخليط ديالي بحال اللي كتشوفوا كيجي على هذا الشكل هذا ثقيل. وهاد الحلوه هذه اولاد كيكه راه ما كطلعش، راه بطبيعه الحال ما فيها لا خميره لا والو، يعني كتكون حلوه العلو ديالها اللي كيكون قليل. الحلوه ديالنا من بعد ما درناها في المول كنبسطوا لها الوجه ديالها بشويه بالطهر ديال شي معلقه، ندخلوها في الفران يكون سخنه على درجه حراره متوسطه 170 حتى 175 درجه في الرف المتوسط من الفرن واحد المده تقريبا ديال 20 دقيقه ان شاء الله. انا دابا الكيكه ديالي صافي طابت لي، خرجتها من الفران خليتها كتبرد واحد المده تقريبا ديال 15 دقيقه، ومن بعد كان نحيدها من المول وكنديرها فوق شي شبكه كنخليها تبرد تماما. بالنسبه للطريقه ديال التزيين اللي اختاريت انني ندير، هنا كتشوفوا عندي هاد الكاسرونه هذه درت فيها واحد جوج معالق كبار اما ديال الحليب واما ديال القشده الطريه السائله، واحد القطعه ديال الزبده صغيره يعني واحد المعلقه صغيره ديال الزبده. غادي نذوبهم هنايا مزيان، من بعد ما كتذوب لي الزبده مع داك الحليب اولا القشطه فكنضيف، غادي ندير النار تكون مهيله يعني على اقصى حد، وغادي ندير واحد 50 غرام ديال قطع ديال الشوكولات،
وغادي نخليوهم حتى كيدوبوا مزيان وكينسجموا مزيان. الكيكه ديالنا بعد ما خرجنا من الفران ودين وليناها خليناها تتبرد مزيان. الصلصه اللي كنت حضرت معكم اذا شفتوها ثقيله بزاف سخنوا واحد شويه ديال الحليب وزيدوه عليها باش تخفف لكم شويه اذا كانت ثقيله بطبيعه الحال. كنديرها بحال هكا ونخليها باش تطيح ليا. ما بغيتش انا نغطيها كامله غير شويه وتبقى طايحه على الجناب. بحال اللي شفتوا درت الصلصه ديال الشكلاط ديالي كنخليها كتدفى واحد شويه عاد ندير فوق منها الزين بالقشطه الطريه السائله اللي طربتها على شكل شونتيه باش الا كانت سخونه ودرنا فوق منها القشطه فالقشطه غادي تذوب. هنايا غير قلنا قشطه طريه سائله تكون بارده مزيان كنطربها مع شويه ديال السكر فانيلا كنديرها في كيس ديال الحلواني. هذه بطبيعه الحال راه اختياري هادشي اللي كنوريكم وغادي نزينها بحال هكا. كتشوفوا درت زينت بالقشطه الطريه هكا مضربه على شكل شونتيه درتها على شكل بحال ورده هكا. وهنايا شديت حبه ديال الفريز غطست نص ديالهم في الشكلاط الاسود مذوب اولا ممكن تخليو الفريز هكا كما ديروش ما ديروش مع الشكلاط كيف ما بغيتوا يعني كيبقى عندكم اختياري. ها هي الكيكه ديالنا ديال الشكلاط بحال اللي قلنا اللي بلا طحين هي كتجينا على هذا الشكل. انا قدمتها على شكل طورطه بالقشطه الطريه بحال اللي شفتوا والفريز وممكن انكم تزيدوا عليها شويه ديال الشكلاط محكوك. نتمنى ان هذه الوصفه تكون نالت اعجابكم وانكم تجربوها. اي تساؤل او استفسار خليوه لتحت في التعليقات ديالكم. اذا عجبكم الفيديو ديروا له جيم بارطاجيو وكذلك تشتركوا في القناه بالضغط على الزر الاحمر اشتراك او صابوني. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.